السلام عليكم ورحمة الله. ده الفيديو ده معمول لصديقي اللي طلب مني ازاي اعمل تحدي ثبتها لو تقدر. نختار من موارد الصور الخلفية بتاعتنا من الابيض او اي صورة احنا عاوزينها، وكان نعمل طبقة وسائط. نختار من الصورة اللي احنا مفرغينها اي صورة، مثلا صورة اكانجي. بعد كده ندوس تقسيم الشاشة مع الخطوات اللي نزايل نعملها تكرار تقسيم الشاشة لفوق، وبعد كده بنظلل اللي فوق لو عاوزين نظلله، لو بنلون أسود تكون الخلفية بتاعته سودا. نحفظ الحاجات ديت، يعني ديت حاجات مش محتاجة تعديل فيها يعني. بس وبعد كده نكرر الصورة تاني تكرار من تقسيم الشاشة الجزء اللي فوق، وبعد كده ندوس تعبير نشوف الحركة اللي احنا عاوزينها، حلقة أو عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. بس وبعد كده بقى بنضيف لو عاوزين تغير، يعني بوريك اهو إذا كنت عاوز تغير التعبير بتاعك طريقة التحدي يعني. ياريت كل اللي وصل لحد هنا دلوقتي كده يعمل لايك مع إذن حضراتكم. دلوقتي لو عاوز تسجل بقى انت تشوف اي صوت اللي انت عاوز تسجله، او انت مسجل حاجة قديمة وعاوز تضيف عليها او موسيقى او اغنية اللي انت عاوزه بتضيف ثبتها لو تقدر. بس وتضيفها، وبعد كده بقى بتضيف اللوجو بتاعك او ما تضيفوش، دي حاجة ترجع لك انت يعني. بس وكده الفيديو خلص. ثبتها لو تقدر. مبروك عليك. يلا ما تنسوش الصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لكم. ثبتها لو تقدر.